المرض ده مرض، وطالما هو جديد ما نعرفه كيف المرض ده يعني بانتشاره ولا 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 بيتصرف كيف في حاله الجو قاعد يتغير، لانه دهابه بدا وبدا في الشتاء، يعني لسه دهابه حتى في اوروبا ولا في المنطقه الشماليه من الارض دهابه الربيع بدا، وهنا هنا اننا الصيف جاء. فعشان كده اي معلومه يقول لك المرض ده درجه الحراره تاثر عليه ولا كي، بصراحه ما 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 منطقيه، لانه ببساطه المرض ده دهابه مرك، ولسه دهاب هسه علينا دهاب قال نختبروا المرض في اثناء الصيف. الناس قاعدين بيموتوا هسه بالمرض، وكل يوم عندنا اصابات، وبالرغم ان حرارتنا هسه قاعد توصل 45 درجه اوكي في اليوم والمرض قاعد، ده معناته الكلام ده المفروض الناس يخطوه جانب، ولسه لا ده ما في اي دليل. يمكن الناس عملوا تجارب في المعامل ولا كي للفيروس وحيدك عزلوه وعرضوه للحراره، لكن ده ما معناته نفس الشيء بينطبق على الحياة الواقعية على الناس. التجارب بوحدها والحياة العملية على الناس كل واحد حاجة تانية خالص. تاريخنا أنا البشرية كي بشكل عام، وتاريخنا الطيب والوبائيات كلها، لما تطلع في البداية شيء جديد الناس ما بتعرفه، لكن الناس بيشتغلوا لحد ما يلقوا العلاج، وفي نفس الوقت يمشوا أكثر من العلاج، يعني يلقوا الفاكسين أو الأمصال أو الوقاية من حتى من المرض. ما الناس بيتك أهلك الناس القريبين لك ده لازم انت تحميهم، وانت في نفس الوقت ما تشيل المرض وتجيبه لهم. عشان كده نقول لك خد الكمامه، لازم اي وقت تغسل يدينك يعني بشكل مستمر بالماء بالصابون، تخطوا الماء بالصابون في البيت، اي زول كان جاي لكم يسلمكم في البيت لازم يغسل يدينا. تتجنبوا الاماكن هنا الازدحام، يعني ما تحاول تمشي اي محل فوق ناس كثيرين ولا كل شيء. فعشان كده اي زول كان التزم بالاجراءات دي خلاص بعد أسابيع معينة، بعد شهر شهرين خلاص يمكن نتجاوز المسألة دي.